نحن في إدارة مكافحة جرائم المال لدينا قسم مختص في مكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية، وهو له ارتباط دائم مع الإدارة العامة للجمارك، وزارة الصحة، وزارة التجارة، ونقوم بضبط البضائع المقلدة، لا سيما البضائع التي تهدد السلامة والصحة العامة، مثل الأغذية والأدوية وقطع غيار السيارات. كما أننا سنشارك في العملية الميدانية المشتركة ما بين وزارة الداخلية ومنظمة الانتربول والمتمثلة في عملية الدرع من خلال ضبطيات إدارة مكافحة جرائم المال.